بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الدكتورة هيفاء الفوارس، أستاذة في قسم الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة. كتاب التربية الرقمية لتحقيق متطلبات رؤية 2030 أصبح متاح الآن على رفوف مكتبة الحسين بن طلال، وهو كتاب يتضمن 4 فصول. الفصل الأول في الكتاب تحدث عن التربية وعلاقتها بالرقمنة، في حين تحدث الفصل الثاني عن التربية الرقمية. طبعا التربية الرقمية اليوم باتت شيء أساسي يعيش الجميع. هذا الكتاب يستفيد منه الطلبة في الجامعة بشكل عام والمتخصصون بالتربية بشكل خاص. التربية الرقمية هي عبارة عن إعداد الإنسان ليستطيع التعامل مع التكنولوجيا، سواء كان ذلك في مجال التعليم أو كان ذلك في أي مجال رقمي آخر. والواقع المعاصر يعني دليل واضح على استخدام الرقمنة في كل مجالات الحياة. تضمن الكتاب فصل مهم جدا هو الميثاق الأخلاقي للتربية الرقمية. تناول الميثاق الأخلاقي للتعليم الرقمي والمعاملات الرقمية وغيرها من الأمور. كما تناول الكتاب رؤية المملكة العربية السعودية ل 2030 وعلاقتها بالتربية الرقمية، وهذا من الفصول النماذج العربية على الرقمنة والتربية الرقمية. أنصح الطلبة بالاطلاع على هذا الكتاب. شكرا لكم.